تتميز خدمات وزارة الطاقة والبنية التحتية بقدرتها على تلبية احتياجات المستخدمين بخطوات بسيطة، ومنها طلب إصدار ترخيص سنوي باعتماد الشركات المتخصصة لمعاينة السفن الصغيرة والغير خاضعة للمعاهدات البحرية. يمكنك الوصول لهذه الخدمة عن طريق التطبيق الذكي MOEI أو عن طريق زيارة موقع الوزارة. قم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم أو عن طريق الهوية الرقمية للحصول على مميزات أكثر. اختر دليل الخدمات من الصفحة الرئيسية، ثم خدمات النقل البحري، ومنها اختر خدمات المندوبين لتصل للخدمة المطلوبة، ثم اضغط على زر ابدأ. قم بتعبئة بيانات الطلب، ثم قم بتحميل المرفقات المطلوبة، واضغط على إرسال الطلب لاستكمال الخدمة. لتفادي التأخير وضمان السرعة في إنجاز المعاملة، تأكد من صحة ودقة بياناتك المدخلة في الاستمارة الإلكترونية. عند اعتماد الطلب من الوزارة، سيصلك بريد إلكتروني لدفع الرسوم عبر الخدمة الإلكترونية. كما يمكنك الاطلاع على جميع التقارير والشهادات وإيصالات الدفع، وتحميلها عبر لوحة التحكم خاصتك.